يعني يوم يوم تقريبا ليلة ويوم مسيرة ليلة ويوم كله كنت في عمان. ثاني يوم كنت في عمان. طب كيف عشتوا كيف دبرتوا أموركم لما طلعتوا من عمان؟ في كان مدرسة أبو دبل مش عارفين شو تلعبوا تسير كنا نقول أنا اللي هو تسكر هذيك. قلنا إحنا بعدين نوين إن كان دخول من سلمين دينجو محل البنك المركزي. حضنا وبعدين رحنا ودونا على شو اسمه نفس إخوان المسلمين نمنا ليلتين بعدين حولونا رحنا دورنا ونمنا في عند دار العطوط. ايوه. وبعدين ابو يوسف يخبرونا بالمغار بعدين هنا على المخيم. العطوط وين ساكن؟ اللي عند الاشاره. بتاعت الالعاب. ايوه ايوه. بعدين جيت على المخيم ومكثت في المخيم لليوم. لليوم هذا الحكي من الخمسينات يعني؟ من 51. من 51. لليوم. طيب انت عشت عمي في اللد ولا في الرمله؟ عيشتك يعني انولدت هناك وعشت؟ لا انا انولدت في سيدنا علي بلد فلاحين. في الرمله؟ لا في سيدنا علي قضاء يافا. قضاء يافا. طيب كيف كانت عشتكم في البلد؟ كيف كنتوا عايشين؟ الكم بيارات؟ الكم حلال؟ لا ولا شيء. من هيك ابوي محاوي شويه غنم وبقر وعايشين في نفس بلد صغيره بيعرف ايش الفلاحين القريه. أيوة. بيت ما بدك بتسوي بترع غنم زي المدن. أيوة. أيوة. يعني مستورة أمك يعني نطلع نعرم من الرمل على اللد من اللد على عمان. يعني كله ورا بعض. طيب انت عمي من الرملة عم ابو حسن. اسم حضرتك؟ محمد حسن. محمد حسن العائلة؟ ابو هلال. ابو هلال عيلة ابو هلال. حياك الله يا عمي. اللهم صل على سيدنا محمد. عائلات الرملة شو عائلات الرملة؟ يعني اللي بتذكرها. والله العائلات الرئيسية الكبيرة اللي في البلد كانت. دار الجمل من اسمهم دار الجمال. دار وجو دار الهباوي. يعني دار حصر ما حصر. طيب يعني الرملة انت حكيت لي سلموها تسليم، كيف تسلمت؟ مش هيك يعني تقول راح الجامع اخذوه. شو ظل من وراء الجامع تأتي الزكاة. خلاص مسلم والبعض هيك. المهم وصلنا الرملة واطلعونا اليهود وقتها. اليهود اجوا وطلعوكم. انا عليك واطلعونا دغري. ما كتلوا حدا، ما عملوا مجازر، ما عملوا اشي. المجازر في الليد صارت. في الليد صارت هناك. يعني عضو ما سمعتوا شو اللي صار في الليد؟ انتوا طلعتوا بسلام. طلعنا شردوا الولود. يعني المقاومة كانت من اهل الليد. المقاومة من اهل الليد. يعني اللي حضروا المعركة من البداية أهل اليد هم اللي قاوموا هم اللي وقفوا الجيش اليهودي. عوام نسمع هم خشوا عسيد بالجيش عربي. والناس بدهم يستقبلوهم عند ما وصلوا بل يسطاق في الناس. ألوف الناس ما فرقوا بين كبير صغير مرة. خلاص وشو المكونة خلاص عدو صار جنبا دهت. يعني الجامع استحل منك تبوه بتسلم واللي شرك والله. طب طلعتوا اشي من بيوتكم؟ اخذتوا اشي معكم؟ والله زي ما احنا لابسين زي ما انتم. لا ملابس ولا مفتاح. مفتاح البيت قواشين الارض كشان. طلعت كشان هنا ببيت الاراضي. الجواهر تبعت النسوان يعني تسع سنين. محدش طلع محدش. منيح اللي بتذكرها تسع سنين. طيب عم ابو حسن يعني انت الحين عايش في المخيم ومعك جواز سفر. طيب الحين لو صح لك يعني او صار ما في مجال انك ترجع للبلد. والله هذا شيء ما بعرف يعني سواء كان يعني انت يعني كابو حسن بالنسبه لي عمان يعني صار خلص بلد رسمي. بس اوكي بس في بلد رئيسيه في بلد الاصليه الان صح لك ترجع البلد. ترجع البلد الله اعلم شبابي يجوا الكبار ما رجع على حوالي. الاولاد ولا حد بيعرف فلسطين فيهم. مش اللي احنا وكم من خمس ست سنين في العيلة كبار بس. اخوانك موجودين لا لا كلهم ماتوا الحمد لله. الله يرحمه طولة العمر ان شاء الله يا سيدي. الله يجزيك خير يا سيدي بارك الله فيك.